السلام عليكم طلاب المرحلة الثالثة، اليوم راح اشرح لكم lecture 5 اللي هي جزئين. الجزء الاول metabolism of glycogen، الجزء الثاني gluconeogenesis. اليوم 10 حزيران 2020. فراح نبدي بالmetabolism of glycogen، ومثل ما تعودنا دائما نبدي كل chapter بالbiomedical importance. فشنو هي البيوميديكال importance of glycogen؟ شنو هو الجلايكوجين الاصل؟ هو الميجر ستورج كاربوهيدرات، يعني الكربوهيدرات تخزن in animal bodies in glycogen، تمام؟ بينما بالبلانت الكربوهيدرات تخزن على شكل starch، يعني there is no starch in animal bodies، من ضمن الانيمال طبعا الهيومن، و there is no glycogen in a plant، اوكي؟ فاذا هو شنو؟ هو storage carbohydrate، يعني storage of carbohydrate، وهو عبارة عن polymer، polymer element للألفا دي جلوكوز. المفروض إنه إحنا نعرف شنو ألفا دي جلوكوز. إذا ناسين لازم نراجع المحاضرة، محاضرة الكربوهيدرات اللي هي بالكورس الأول كانت. تمام؟ وين يكون يخزن أو وين يكون موجود الجلايكوجين؟ It occurs in liver and in muscle. تمام؟ موجود بالمصل وبالليفر. طبعا لانه المصل extends for a greater area or has a greater mass، فنشوف انه الجلايكوجين that is stored in the muscle is greater than this glycogen that is stored in the liver، يعني الجلايكوجين مخزون بالمصل اكثر بهوايه من الجلايكوجين مخزون بالليفر. ليش؟ لانه حجم او المساحه اللي ممتده عليها المصل أكبر من هواية من المساحة الممتدة عليها الليفر، مع أنه هو المفروض أنه الليفر يعتبر المكان الأساسي اللي يخزن به الجلايكوجين. بعد شنو أكو اختلاف بين الجلايكوجين الموجود بالمصل والجلايكوجين الموجود بالليفر؟ مثلا أنه الجلايكوجين الموجود بالمصل هو للمصل فقط، هو للمصل فقط، يعني المصل بس هي اللي تستخدم الجلايكوجين اللي مخزنته داخلها. مش وقت تستخدم المصل لما يصير اكسرسايز، لما نركض، لما نمشي، لما نتحرك، واحنا ما واخذين جلوكوز، يعني ماكو there is no food، فيعتمد حتى نطلع انرجي، يعني فاحنا المصل في حاله حركه تحتاج انرجي. من تجيب الانرجي وماكو جلوكوز؟ تجيبه من المخزون مال الجلوكوز اللي هو من هو اللي هو الجلايكوجين، وتستخدمه هي بحدها، هي بحدها المصل تستخدم الجلايكوجين مالتها بحدها. بينما الليفر لا، هو هب. دائما أنا أقول لكم الليفر هو هب موزع، يعني هو اللي يسيطر يوزع كل النيوترينت to the peripheral tissues، يعني الليفر يستخدم الجلايكوجين مخزون داخله حتى شنو؟ to maintain blood glucose، حتى يبقي يحافظ على البلاد جلوكوز ثابت. طبعا لما نقول بلاد جلوكوز، البلاد هو اللي يروح للبريفيرال تيشوز، هو يروح للهارت وللبرين وللكيدني وللبنكرياس وينطيهم جلوكوز، تمام؟ فلما الليفر يعني يسوي تحليل، يحلل الجلايكوجين اللي مخزون داخله ويعني يطلعه يصدره للبلاد، البلاد حيوين يودي؟ يودي للبريفيرال تيشوز، وبالتالي يغذي كل البريفيرال تيشوز. فاذا الجلايكوجين موجود بالمصل يبقى داخل المصل، تستخدم المصل بحدها، لكن الجلايكوجين موجود بالليفر هو يوزع على بقيه الاذر اورجانز انسايد اور بوديز، تمام؟ ايش وقت يبدي يتحلل الجلايكوجين وينطينا جلوكوز حتى ينطينا طاقة؟ after 12 to 18 hours of fasting، تمام؟ يعني أثناء الصيام اللي هو ممكن يستمر من 12 إلى 18 ساعة، حيكون الجلايكوجين اللي موجود بالليفر is depleted، is totally depleted، راح يخلص تماما خلال 12 إلى 18 ساعة. طبعا باختلاف الاشخاص وباختلاف حجم الليفر وباختلاف الافشنسي اوف ذا ليفر، اوكي، وباختلاف صحه الليفر. يعني اكيد الليفر المريض، يعني اللي بي سيروسز، اللي بي
فايبروسيس إلى آخره، ما راح يصنع جلايكوجين نفس الطريقة، أو ما راح يحلل الجلايكوجين مخزون داخله بنفس الطريقة اللي يسويها الليفر الصحيح الهيلثي ليفر، تمام؟ فبعد أثناء الصيام، بعد صيام 12 إلى 18 ساعة، حيكون الجلايكوجين الموجود بالليفر is depleted، فهنا الجسم حتى ياخذ انرجي خلص الجلايكوجين حيروح إلى مصدر آخر من الطاقة، اللي هو حيعبر على الأديبوس تيشو، حيعبر على مخزون الدهون، تمام؟ أكو there are many diseases called glycogen storage diseases، اللي هي هاي تكون inherited disorders، تكون وراثية، وتكون عادة characterized by deficient metabolization of glycogen or deposition of abnormal form of glycogen. إذن هاي ال diseases تكون عادة الكاركتر مالتها إنه هي أما يكون عندها يكون بالشخص المصاب بها إنه ما يقدر يسوي mobilization للجلايكوجين، تمام، أو ما يقدر يسوي أصلاً يخلق أو يصنع الليفر مالته، ما يقدر يصنع جلايكوجين طبيعي. فبالحالتين لما الليفر ما يقدر يطلع جلوكوز من الجلايكوجين، او اصلا ما يقدر يصنع جلايكوجين، بالحالتين هذا حيكون ديزيز، وحيأثر على البلد جلوكوز، يعني البلد جلوكوز، وبالتالي حيأثر على بقية البريفيرال تيشوز اللي هي ممكن تكون يعني تحتاج انه الليفر يعطيها جلايكوجين. وأيضا في نفس الوقت الجلايكوجين اللي حيكون موجود بالمصل حيتأثر أكيد، لذلك ممكن يصير عندنا muscular weakness or even حتى death، تمام؟ هاي بالserious condition يعني بالنسبة للجلايكوجين storage disease. أوكي، هسا نيجي على الجلايكوجين synthesis، شلون يصير ال pathway of this synthesis. طبعاً مثل ما نشوف هنا هذا الفيجر هو يوضح الباثوي أو جلايكوجين سينثيسيس. نبدي من الجلوكوز، هذا الجلوكوز، إحنا هسه حالياً الليفر أو المصل حتصنع جلايكوجين، نريد نعرف شلون تصنعه. طبعاً الجلوكوز حيجي، إحنا قلنا الجلايكوجين هو بوليمر الجلوكوز، يعني الجلوكوز هو المونومر مالته. الجلوكوز اللي إحنا أخذناه باي يعني فود إنتيك حيجي يدخل هنا أول شيء حتى يصير الاكتيفيشن للجلوكوز مولكيول، حيصير لها فوسفوريليشن، حيصير لها فوسفوريليشن باي جلوكوكينيز، اذا كان احنا بدنا نحكي عن الليفر سيلز، او باي هيكسوكينيز اذا كنا بدنا نحكي عفوا عن المصل، تمام؟ لانه الجلوكوكينيز موجود بالليفر وموجود بالبنكرياتيك بيتا سيلز، تمام، بينما الهيكسوكينيز موجود في بقية الـ cells، في بقية أنواع الأورجنز، تمام. فإذا إحنا هسا نتكلم مدام جلوكوكينيز نتكلم عن الليفر، فالجلوكوز دخل اتفسفر باي جلوكوكينيز، والجلوكوكينيز وظيفته يضيف فوسفيت، وين على 6 position هنا صار بالإضافة، فصار عندي جلوكوز 6 فوسفيت. من وين اجت هاي الفوسفيت؟ من الATP، فأكيد الATP انصرفت هنا الطاقة تحولت إلى ADP، وأكيد الكاينيز هذا حياخذ الـ Mg plus 2 as cofactor، تمام؟ هنا أنا بعد ما تحول إلى جلوكوز 6 فوسفيت، هذا ما يقدر يشتغل جلوكوز 6 فوسفيت، يعني الـ synthesis of glycogen لازم يبدي من جلوكوز 1 فوسفيت، فإذا لازم يتحول جلوكوز 6 فوسفيت إلى جلوكوز 1 فوسفيت. هذا الشيء راح يسوي هذا الإنزيم اللي هو فوسفوجلوكوميوتيز، وإحنا بالجلايكوليسيس تذكرون كان عندنا أيضا إنزيم اسمه ميوتيز، عادة هو الإنزيم يغير هذا الميوتيز يغير موقع الجروب، بالجلايكوليسيس أيضا غير موقع الفوسفيت جروب من 3 إلى 2، هنا وراجعوا الجلايكوليسيس باثوي، هنا نغير موقع الجروب الفوسفيت جروب من 6 إلى 1، تمام؟ صار عندي جلوكوز 1 فوسفيت، هنا حتبدي هاي السايكل، الجلوكوز 6 فوسفيت حتجي ترتبط بفد النيوكليوتايد
أو مو نيوكليوتايد، هو يوريدين داي فوسفيت. هو اليوريدين داي فوسفيت هذا من وين جاي؟ اليوريدين داي فوسفيت جاي من اليوريدين تراي فوسفيت، جاي من اليوريدين تراي فوسفيت اللي هي نيوكليوتايدة كاملة، يوريدين تراي فوسفيت. تمام، راح يدخل اليوريدين تراي فوسفيت والجلوكوز 1 فوسفيت، راح يشتغل عليهم هذا الانزيم اللي هو UDB جلوكوز بايروفوسفوريليز، بايروفوسفوريليز. اوكي، ليش اسمه بايروفوسفوريليز؟ لان هنا حيستخرج او حينزع شنو؟ البايروفوسفيت جروب اللي هي PPI، اللي هي عبارة عن 2 فوسفيت جروب متصلين مع بعضهم، واللي هما مدام هما 2 فوسفيت جروب متصلين مع بعضهم حيكونون اكتف كلش، يعني غير مستقرة، حتكون في المولكيول انستيبل مولكيول، ما تقدر تبقى. لذلك بعدين حيجي الانورجانيك فوسفاتيز حيشطرها الى 2 فوسفيت منفصلات. تمام، فلذلك هذا اسمه بايروفوسفوريليز. فإجا هذا الإنزيم أخذ السبستريت مالته اللي هو يوريدين ترايفوسفيت، والسبستريت مالته الثاني هو اللي هو جلوكوز 1 فوسفيت، 1 فوسفيت، وربطهم مع بعض كون لنا يوريدين دايفوسفيت جلوكوز، يو دي بي جلوكوز. تمام، إذا هاي هي اللي حتدخل وين؟ حتدخل بالبيلدينج اوف جلايكوجين. وين حترتبط هاي اليوريدين دايفوسفيت جلوكوز؟ حترتبط فد بروتين اسمه جلايكوجينين. جلايكوجينين هذا بروتين صغير الحجم، هو 37 كيلو دالتون. هنا يعني حيرتبط البروتين بمن؟ بهاي المولكيول. ايش حيسوي لنا؟ حيسوي لنا جلايكوجين برايمر. إذا الجلايكوجين برايمر هو عبارة عن هذا البروتين اللي هو جلايكوجينين مرتبط باليوريدين دايفوسفيت جلوكوز. صار عندنا هسه برايمر بادئ، يعني جلايكوجين برايمر. تمام، هذا الجلايكوجين برايمر شنو الخطوة اللي بعدها؟ طبعا حيجي الجلايكوجين سينفيز، مخلق الجلايكوجين. ايش حيضيف لهذا البرايمر؟ هذا البرايمر راح يضيف الجلايكوجين برايمر، حيضيف وين؟ حيضيف الجلوكوز اللي مرتبطة به بال ال 1 على الجلايكوجين اللي موجود اللي هو 1، راح يربطه بال 1 4 جلايكوزيل يونتس. اوكي، يعني هنا اليوريديل دايفوسفيت جلوكوز بعد ما ارتبطت بالجلايكوجين صارت جلايكوجين برايمر، حتنطي شنو؟ حتنطي الجلوكوز اللي مربوطة به اليوريدين دايفوسفيت، حيطلع حيبقى بس الجلوكوز، حيطلع منه هذا اليو دي بي، طلع حيبقى بس الجلوكوز. وين حيرتبط الجلوكوز؟ حيرتبط بالجلايكوجين اللي موجود بأي رابطة؟ 1 to 4 بوند. زين، هذا اليو دي بي اللي طلع وين حيروح؟ حيرجع يدخل السايكل، حيرجع يدخل السايكل. ليش؟ لان احنا محتاجين هنا هذا اليو دي بي، بعدين حيجي هذا النيوكليوسايد دايفوسفيت كاينيز حيضيف له فوسفيت، فحيصير يو تي بي، حيرجع يدخل هنا السايكل بالخطوة الثانية. تمام، حيرجع، إذا هو طلع من نانه لكن حيرجع يشارك بالسايكل الثانية، لأن إحنا أكو أكثر من الجلوكوز دا تدخل ودا تنضاف لجلايكوجين، ودا يصير عندنا سلسلة طويلة بوليمر إحنا دا نقول من من الجلوكوز. إذا هنا انضافت هاي يونت واحدة من الجلوكوز، انضافت للجلايكوجين الموجود بالرابطة اللي هي بالبوند اللي هي 1 to 4 بوند. إذا الجلايكوجين الموجود زاد جلوكوز وحدة. تمام، فهسه أنا يعرف إنه الجلايكوجين هو برانشينج، هو برانشد بوليمر، هو بوليمر لكن متشعب بفروع. إذا هنا منو حيسوي الفروع؟
هو مو كل الروابط حتكون 1 to 4، مو كل البونز اللي موجودة بالجلايكوجين هي 1 to 4 بونز، يعني الجلوكوز ما يرتبط ببعضه بنفس الأعصرة اللي هي 1 to 4، وإنما أكو برانشينج، أكو برانشينج. فمنو حيسوي هذا البرانشينج التفرع؟ البرانشينج إنزايم. وين حيسوي هذا التفرع؟ in 1 to 6. إذن الجلايكوجين بالنهاية بي 1 to 4 بون بنوعين من البونز، 1 to 4 بونز بين الجلوكوز، أكو جلوكوز مرتبطة بجلوكوز 1 to 4 سلسلة كاملة، تجي بعدين التفرع مالتها هي 1 to 6 جلايكوزيل يونتس. هسه لهنا أنا صار الجلايكوجين، لهنا أنا صار الجلايكوجين، يعني من هاي النقطة، من هاي النقطة هاي كل الباص صار عندنا جلايكوجين، هاي إضافة جلوكوز وحدة للجلايكوجين، جلوكوز مولكيول جلوكوز وحدة للجلايكوجين، تمام. زين في حالة إنه الجلايكوجينوليسز، هذا إذن هذا كله شو نسميه؟ جلايكوجينيسز، جلايكوجينيسز تخليق الجلايكوجين. في حالة إنه إحنا حالياً في الفاستنج ستيت ومحتاجين جلايكوجين، حيصير عندنا جلايكوجينوليسز، حيحلل جسمنا أو المصل أو الليفر حيحللون شنو الجلايكوجين المخزون عندهم حتى يستخدموه، حتى يطلعون الجلوكوز، حتى يستخدمون الجلوكوز في شنو؟ في تصنيع الطاقة الـ ATP، تمام؟ فشنو حيصير بالجلايكوجينوليسز؟ هنا حتنضاف فوسفيت جروب، حيجي الجلايكوجين فوسفوليز هو يفسفر الجلوكوز الطرفية بالبوليمر اللي هو الجلايكوجين يفسفره، بعدين حتجي الجلوكان ترانسفيريز والبرانشينج الدي برانشينج انزيمز، حتجي تفسخ ال يعني تفسخ شنو البرانشز الفروع اللي موجودة بالجلايكوجين، وبالتالي هنا هاي الجلوكوز، طبعا الجلايكوجين فوسفوريليز حيزيل الطرفية، وإذا كانت هاي الطرفية هي موجودة وين؟ بالبرانش، يعني هي بداية الطرف، يعني بداية التفرع سوري، حيزيلها منه الديبرانشينج إنزيم، وراح نفهم بعدين على فيجر ثاني يكون أوضح. فهنا أزلنا شنو؟ أزلنا جلوكوز وحدة من وين؟ من البوليمر اللي هو الجلايكوجين. طبعا احنا اكيد هنا ما ننسى انه دخلت فوسفيت، فصار شنو عندنا؟ هاي الجلوكوز وهي مربوطة بالفوسفيت، فرجع شنو عندنا؟ جلوكوز 1 فوسفيت. زين انا اريد جلوكوز، ما اريد جلوكوز 6 فوسفيت، والجلوكوز ما تصنع من الجلوكوز 6 فوسفيت، اذا الجلوكوز 6 1 فوسفيت سوري لازم يتحول الى جلوكوز 6 فوسفيت. منو اللي حيحوله؟ حيحوله نفسه الفوسفوجلوكوميوتاز، لذلك نشوف انه احنا هنا بالبدايه 6 فوسفيت تحول الى 1 جلوكوز الى جلوكوز 1 فوسفيت، لكن لما بالتحلل ما جلايكوجين بالعكس الجلوكوز 1 فوسفيت حيتحول الى جلوكوز 6 فوسفيت باي ذا سيم انزيم، يعني لانه هاي شنو الستيب هي ريفرسبل ممكن تروح بالاتجاه. فصار عندي جلوكوز 6 فوسفيت، انا اريد جلوكوز، حيجي منه الانزيم اللي هو جلوكوز 6 فوسفاتيز، حيحلل الجلوكوز 6 فوسفيت يطلع منها شنو؟ يطلع منها الفوسفيت، فشبقى عندي جلوكوز. إذا الجلوكوز 6 فوسفيت شغله عكس شغل الجلوكوكينيز، الجلوكوكينيز يضيف فوسفيت، الفوسفاتيز يحلل الفوسفيت يطلعها يعني، تمام؟ طبعا حتى نعرف شنو هي اليوريدين، اليوريديل دايفوسفيت هي هاي، هاي المولكيول الكامله اللي هي يوريديل دايفوسفيت جلوكوز. اليوريديل هو جاي من يوراسيل اللي هو نيتروجين بيس، مرتبط منه مرتبط بالرايبوز، وهذا يوريدين، هذا يوريدين، يوراسيل بلس رايبوز يسموه يوريدين، يوريدين. وهاي هي الدايفوسفيت، هاي 1 هاي 2
I2 يعني دايفوسفيت وهذا الجلوكوز. إذا هاي المولكيول كلها شنو أسميها؟ يورجين دايفوسفيت جلوكوز. تمام، هاي هي اللي تدخل بداية السينثيسيز أوف جلايكوجين. هاي أنا ما أريدكم تحفظون ستركشر، بس لازم حتى تكونون على بينة من شنو تتكون هاي المولكيول، حتى ما تكونون يعني دا تحفظون بس مجرد أسماء، لازم تعرفون هي شنو من شنو تتكون هاي المولكيول. تمام، طبعا أنا ما أنسى شنو هو ستركشر أوف جلوكوز. شنو هو structure of glucose؟ يعني بالبداية بصورة أبسط نتكلم إنه هذا هو البوليمر، هذا هو بداية تكوين البوليمر of glucose. هذا موجود مثلا بالليفر أو بالمصل. لما نيجي لجلايكوجين سينثيز، المخلق مال منو أو المصنع مال الجلايكوجين حيضيف جلوكوز لحد ما يضيف وين؟ على هاي النهاية وعلى هاي النهاية. مثل ما تشوفون هنا انضاف الجلوكوز، هذا هو الجلوكوز المضاف، هذا ايضا انضاف الجلوكوز المضاف. لكن هنا شنو هاي نوع البوند؟ هاي البوند نوعها 1 to 4 1 to 4. وين ال1؟ هذا ال1، هذا ال1. وين ال4؟ هاي ال4، 1 2 3 4. إذن الجلايكوجين مرتبط، الجلوكوز مرتبط داخل الجلايكوجين هو 1 to 4. تمام، يعني هاي البداية مرتبطة بالمولكيول اللي بصفها وين؟ بالنانة. تمام، فهذا يسموه 1 to 4. زين، هسه هنا يجي منو؟ يجي البرانشينج انزيم اللي يسوي البرانشز، اللي يسوي البرانشز، اللي يسوي التفرعات. إيش حيشيل؟ حيشيل 6 طرفية من الجلوكوز مولكيولز، سلسلة بها 6 على الأقل من الجلوكوز مولكيول لازم تكون طرفية، يشيلها وين؟ يخليها على مولكيول ثانية لكن بيا رابطة بال 1 to 6 بوند. فصار عندي برانش، تشوفون شلون هاي برانش، هذا تفرع. يعني بدل ما يكون ماشي بهالطريقة ويكمل إلى فد مليون مولكيول، لا هو راح يفرعه. ليش؟ لأنه إحنا الجلايكوجين داخل أجسام الأنيمالز بالأنيمالز بوديز هو برانشد، هو متفرع حتى ما يأخذ مساحة كبيرة. دائما المتفرع يعني يكون بأعداد كبيرة من المولكيولز لكن ما يأخذ مساحة كبيرة، يكون dense. تمام، more dense. فحيضيف هنا اذا هاي البرانشينج، هاي البرانشينج تشوفون هذول اللونهم ابيض، هذول كلهم شنو؟ 1 to 4 linked by 1 to 4 شنو؟ 1 to 4 bond. بينما اللي بيها خط مثل هذا، هذا الخط هذا برانش، هذا برانش. نجي نشوف هنا هو نفس هذا الخط، يعني هي كانت السلسلة ماشية بهالطريقة لكن البرانشينج إنزيم ضاف هنا فصار برانش، هذا البرانش الأول. يجي هنا البرانشينج إنزيم يضيف هنا فهذا البرانش الثاني، وهكذا هنا بعدين يجي هنا يضيف برانش فيصير البرانش الثالث، وهكذا فيصير عندي برانشد بوليمر of glycogen. تمام، نرجع للباثويز of glycogen Genesis and the glycogenolysis. هذا هو الجلايكوجينيسيس، تخليق الجلايكوجين، وهذا هو الجلايكوجينولايسيس، تحلل الجلايكوجين. These two pathways how can be regulated؟ هما مكونين كأنه cycle. How can be regulated? These two pathways are regulated by some important hormones اللي هما منهم الانسولين، جلوكاجون، الابنفرين. احنا نعرف انه الانسولين والجلوكاجون secreted from the pancreas, insulin from the beta cells of Langerhans islets and the glucagon from alpha cells. بينما الابنفرين لا، هذا neurotransmitter يعتبر. تمام، secreted from the adrenal
أدرينا وميرلا، تمام؟ فشلون حيصير regulation هنا by these hormones؟ طبعا الهرمون أي هرمون هو يعتبر first messenger، first messenger. بينما عندنا هنا second messenger اللي هو CAMB cyclic AMP second messenger. يعني شنو function of second messenger؟ ينقل السيجنال من الهرمون اللي هو الفيرست مسنجر الى تو انسايد ذا سيل، تو انسايد ذا سيل. يعني يجي الهرمون سواء كان الجلوكاجون ابنفرين انسولين يجي يجيب السيجنال، يجيب الاشاره من وين؟ فروم اوتسايد ذا سيل، ينقلها لمن؟ للسي اي ام بي. سي اي ام بي ينقلها داخل السيل. يا سيل هسه احنا عن يا سيل ده نتكلم، ده نتكلم عن سيل اوف ذا ليفر، cells of the muscle، لأن الجلايكوجين هو موجود وين؟ بالمسل أو بالليفر. زين شلون هنا حيصير regulation؟ طبعا in fasting state، in fasting state خلينا نتفق بالبداية إن الجلوكاجون هو يشتغل على الليفر بينما الإبنفرين تشتغل على المسل. أوكي بالفاستنج state there is no glucose، there is no food، there is no glucose. فإحنا هنا محتاجين إنه يكون أكو glycogenolysis، تحلل الجلايكوجين حتى يطلع لنا جلوكوز حتى نحصل على الطاقة، يعني نهدم الجلوكوز بالglycolysis ونحصل على ATP، تمام؟ فهنا الجلوكاجون حيشتغل بالليفر يسوي activation للCAMP، CAMP بدوره حيسوي activation لمن؟ للجلايكوجين فوسفوريليز. يعني منو حيشتغل هذا الباثوي؟ الجلايكوجينوليسيس حيشتغل بالنهاية حيطلع لي جلوكوز، ومن الجلوكوز راح يروح جلايكوليسيس، وبعدين حيروح كريبس سايكل، وبعدين حيدخل يعني الأوكسيداتيف فوسفوريليشن الريسبيراتوري تشين يطلع لي اي تي بي، تمام؟ بينما الكلام هنا على الإبنفرين ينطبق على المصل، المصل يعني بالمصل الإبنفرين يسوي نفس اللي يسوي الجلوكاجون بالليفر، أيضا يسوي الاكتيفيشن للسي اي ام بي، والسي اي ام بي بدورها راح يسوي الاكتيفيشن للجلايكوجين فوسفوليز ويبدي تحلل الجلايكوجين، تمام؟ السي اي ام بي بالوقت اللي دي يسوي اكتيفيشن للجلايكوجين فوسفوليز، يعني يمشي الباثوي اوف الجلايكوجين وليسس تحلل الجلايكوجين، هو بنفس الوقت دي يسوي دي اكتيفيشن المن للجلايكوجين سينثيز، يعني دي يثبطه، اذا دي يوقف هذا الباثوي اللي هو شنو؟ اللي هو جلايكوجين سينثيسز. الجلايكوجين سينثيسز دي يوقف هو فعلا، اما يشتغل تحلل الجلايكوجين او يشتغل شنو؟ تخليق الجلايكوجين، واحد منهم يشتغل. فإذا اشتغل هذا، هذا لازم يوقف يثبط، فهذا من اللي يديره السي اي ام بي. من وين ياخذ الإشارة؟ ياخذ الإشارة في حالة انه لازم يشتغل هذا الباثوي، ياخذ إشارة من الجلوكاجون بالنسبة للليفر وبين الإبنفرين بالنسبة للمصل. زين في حالة انه احنا ما عندنا فاستنج، انه احنا after food intake بالرست ستيت، بالرستنج ستيت وعندنا جلوكوز، احنا ماخذين يعني الميل مالتنا وماخذين الجلوكوز الكربوهيدرات، فهنا الانسولين حينفرز after meal، after carbohydrate intake الانسولين حينفرز، والانسولين هو انابلك هرمون يشجع البناء، وهنا في حالة الجلايكوجين يشجع بناء الجلايكوجين، يعني يشجع الجلايكوجين سينثيسز، اذا يشجع منه يسوي activation لهذا الباثوي. شو يسوي activation لهذا الباثوي؟ حيسوي inactivation للـ CAMB. فلما نسوي inactivation للـ CAMB بعد الجلايكوجين فوسفوليز حينتهي دوره، لأن ماكو activation، أكو inactivation للـ CAMB. زين هو مدام سوى inactivation للـ CAMB، إذا الـ CAMB بعد ما راح يقدر يسوي inactivation للجلايكوجين سينثيز، إذا الجلايكوجين سينثيز حيشتغل، إذا هذا الباثوي حيشتغل. إذا الإنسولين موجود أكو جلايكوجين سينثيسز، جلوكاجون موجود أو إبنفرين أكو شنو؟ جلايكوجينوليسيس، أكو تحلل الجلايكوجين. بهالطريقة تقدر الهرمونات المسيطرة تسوي regulation for these two pathways. بعدنا دي نتكلم عن هالباثويز، هالتو باثويز. طبعا هو صحيح هنا بالفقرة مبين إنه هو one pathway
تمام، لكن هو بالحقيقة the glycogen synthesis is a separate pathway from the glycogenolysis. تمام، إذا تخليق هذا الباثوي، تخليق الجلايكوجين glycogenesis is separated from glycogenolysis. Okay، وقلنا إنه these two pathways are regulated by some important hormones. لكن ليش إحنا مخليه هنا as figure، يعني one figure؟ ليش؟ لأنه ببساطة لأنه the starting point للجلوكوز، starting point of glycogen synthesis هي ال end point of منو of glycogenolysis، وبالعكس ال start point of glycogenolysis هي شنو؟ هي ال end point of منو of glycogen synthesis. تمام، لذلك نوضع الباثويز بنفس الفيجر، نوضعوا الباثويز بنفس الفيجر. تكلمنا سابقا وقلنا انه المصل تستخدم الجلايكوجين اللي موجود بداخلها هي فقط، بينما الليفر لا، يطلع الجلايكوجين يحلله ويبعث يصدر الجلوكوز وين للبلاد والبريفيرال تيشوز. ليش هالشي؟ شلون يعني؟ شنو سببه؟ هنا لو نجي نشوف نهاية الجلايكوجينوليسز، نهاية تحلل شنو الجلايكوجين، يعني قبل ما يتحول إلى جلوكوز، شنو اللي يحول الجلوكوز 6 فوسفات إلى جلوكوز؟ هو الجلوكوز 6 فوسفاتيز. تمام، هذا الإنزيم اللي هو الجلوكوز 6 فوسفاتيز موجود فقط وين؟ بالليفر اند كدني، موجود بالليفر وبالكدني، مو موجود بالمصل. لذلك لما يوصل الباثوي اوف جلايكوجينوليسيس، يعني هذا الباثوي يجي يوصل لحد الجلوكوز 6 فوسفات، بالنسبة للليفر وين يستمر للجلوكوز حتى يطلع الجلوكوز بالبلاد ويروح للبريفيرال تيشوز، بالنسبة للمصل ما عنده هذا الإنزيم اللي هو الجلوكوز 6 فوسفاتيز، إذا مباشرة ما يطلع المصل، ما تطلع الجلوكوز 6 فوسفات outside the muscle cell، وإنما تبقى الجلوكوز 6 فوسفات موجودة inside the muscle cell. وين تروح؟ للجلايكوليسيز مباشرة، glycolysis and pentose phosphate pathway، يعني تحلل السكر مباشرة، يتحلل الجلوكوز 6 فوسفات وين؟ يتحلل بالجلايكوليسيز، ومن عده تطلع الـ ATP. تمام، وراجعوا هنا الجلايكوليسيز، طبعا الجلوكوز 6 فوسفات هي يعني يتكون بالخطوة الأولى بالجلايكوليسيز، هنا مباشرة يعني يدخل الجلوكوز 6 فوسفات للجلايكوليسيز، هاي وين؟ بالمصل، لأنها ما تمتلك الجلوكوز 6 فوسفاتيز، بينما الليفر لا تمتلكها، لذلك هي تكمل الباثوي وتطلع الجلوكوز وتصدرها للبلد. تمام، نرجع نتكلم بتفصيل أكثر عن الجلايكوجينوليسيز، تحلل الجلايكوجين. هنا نشوف مثلا هذا جزء من الجلايكوجين وبرانشد جلايكوجين، يعني بتفرعات. طبعا الجلايكوجينوليسيز هو كل يعني اسكتلايز باي 3 انزيمز، طبعا هذول الاثنين الانزيمات الاثنين يقال انهم انزيم واحد لكن يمتلك 2 فانكشنز. تمام، لذلك ممكن نكتبهم كانزيمين منفصلين او كانزيم واحد. إذا عندنا هذا هو الجلايكوجين اللي حيصير إنه الفوسفوليز حيجي ياخذ الـ outmost molecule of the glucose، يعني الجلوكوز الطرفية جدا في نهاية الـ يعني في الطرف النهائي من الجلايكوجين، هنا يفصل هاي البوند اللي هي 1 to 4 bond. طبعا هنا هذا كله مربوط 1 to 4 bond، وهنا هذا كله ايضا مرتبط as in 1 to 4 bond، ما عدا هاي اللي بيها شرطة، هاي هي 1 to 6 bond، هاي هي ال branching point.
اوكي، فيجي الفوسفوليز شغله شنو؟ شغله انه ياخذ المولكيول اللي هي بالطرف، يفصلها، يفصل ال 1 to 4 بوينت لحد ما يبدي يفصل 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 لحد ما يوصل اخر اربع مولكيولز من البرانش، اخر اربع جلوكوز مولكيولز عن البرانش. يجي هنا الجلوكان ترانسفيرز. الجلوكان ترانسفيرز هذا شنو وظيفته؟ ياخذ الثلاثة الطرفية، الثلاثة الطرفية، الثلاث مولكيولز، ال 3 مولكيولز، 3 تيرمينال مولكيولز سوري، ياخذهم وين؟ يفصلهم، يفصل هاي 1 تو 4 بوند، يفصلهم ويربطهم وين؟ على البرانش الاطول، على البرانش الاطول، تمام؟ ربطهم هنا. يجي ايش بقت عندي؟ بقت عندي بس البرانش بوينت. يجي منو؟ الانزيم اللي هو الدي برانشينج انزيم، اللي هو اللي يزيل البرانشينج، اللي هو حيفصل ال 1 تو 6 بوند، اللي هي هاي البوند تختلف. البرانشينج بوينت مرتبطة بالجلايكوجين ان 1 تو 6 جلايكوسيدك بوند. فهذا البرانشينج الدي برانشينج انزيم حيفصل ال 1 تو 6، بينما البرانشينج انزيم بالجلايكوجين بالجلايكوجينيسيس هو كان يكون البرانشينج. هنا دي برانشينج انزيم يفصل البرانش، يفصلها، يحولها الى جلوكوز، تمام؟ فيرجع هنا مين يشتغل؟ يشتغل الفوسفوليز الطبيعي اللي كان يشتغل بالبداية، اللي كان يشتغل بالبداية اللي هو هذا. يجي يفصل هاي بعد هاي بعد هاي إذا أكو برانش لحد ما يوصل، يعني لحد ما يكمل، تمام؟ هذا هو وظيفة هذول الثري إنزيم. Cyclic AMP integrates the regulation of glycogenolysis and glycogenesis. مثل ما شفنا قبل شوي بالفيجر شلون كان ال CAMP يسوي regulation لل two pathways of يعني synthesis of glycogen and lysis of glycogen. Okay. فشلون يسوي لهم regulation in response to some hormones اللي هما epinephrine, norepinephrine, glucagon and insulin. أكيد. فال CAMP هذا cyclic AMP اللي هو cyclic adenosine monophosphate من وين جاي؟ اللي هو هذا structure مالته، هذا هو الأدينين مرتبط بالديوكسيرايبوز فصار عندنا أدينوزين، وهاي هي المونوفوسفيت فهذا هو أدينوزين مونوفوسفيت لكن سايكليك، لأن الفوسفيت هي ما مفتوحة وإنما موجودة على شكل سايكو. هذا من وين جاي؟ من وين يخلق؟ من الـ ATP by the enzyme adenylyl cyclase. يعني هذا الانزيم ادينيل سايكليز يجي يحذف 2 ATP 2 فوسفيت جروب من الاي تي بي حتى تبقى بس وحده، حتى تصير مونو فوسفيت. نفس الوقت هو سايكليز يعني يسوي حلقه، يسوي الفوسفيت على شكل حلقه سايكل. زين، فشلون يتفكك؟ يتفكك عن طريق الانزيم اللي هو فوسفودايستريز. استريز يعني حلل الاستر، ها هي الاستر، الاستر اللي موجوده بالفوسفيت جروب يحللها فيكسر السايكل، تمام؟ يكسر السايكل. فهنا لما يحلله راح يفقد وظيفته على السكند ماسنجر، راح يفقد وظيفته على السكند ماسنجر. شو وقت يفقد وظيفته على السكند ماسنجر؟ قلنا لما يحلل الفوسفودايستريز، لكن الفوسفودايستريز شو وقت يشتغل؟ in response to insulin، لما after food intake، لما ناخذ فود احنا هنا حينفرز عندنا الانسولين، لأن الفود أكيد يحتوي على الكربوهيدرات يعني في معظم الحالات، فراح يفرز عندنا الإنسولين. الإنسولين هو أنابوليك هرمون يشجع البناء، بهالحالة حيشجع بناء الجلايكوجين. إذا شلون يشجع البناء؟ لازم يثبط الهدم مال الجلايكوجين، يثبطه، تمام؟ وإحنا نعرف إنه الأي إم بي سايكليك أي إم بي هو شنو؟ هو يسوي اكتيفيشن للفوسفوستريز، سوري للجلايكوجين فوسفوريليز. يعني شنو؟ CAMP يسوي activation للباثوي اوف جلايكوجينوليسز للهدم مال الجلايكوجين.
والإنسولين وعكسه، فإذا لذلك الإنسولين يجي يسوي اكتيفيشن للفوسفودايستريز، يقول له روح حلل لي سي ام بي بعد ما احتاجه اني، لأن خلص وقت الهدم، اجى وقت البناء، صارت عندنا كربوهيدرات نريد نروح نخزنها على شكل جلايكوجين، تمام؟ فهنا يوقف، هنا بعد ما يتحلل هذا الـ CAMP يوقف الـ pathway of glycogenolysis تحلل الجلايكوجين، ويبدي الـ glycogenesis اللي هو بناء أو تخليق الـ glycogen، تمام؟ الآن ننتقل للجزء الثاني من الـ lecture اللي هو gluconeogenesis and control of blood glucose، تمام؟ وأكيد نأخذ بالبداية الـ biomedical importance. الجلوكونيوجينيسيس term هذا include all pathways responsible for the converting non-carbohydrate precursors to glucose or glycogen. إذا هو معناها إنه يتم تخليق الجلوكوز from non-carbohydrate precursors. تمام؟ هذا هو معنى الجلوكونيوجينيسيس، تصنيع الجلوكوز من non-carbohydrate precursors. الميجور سبستريت هي شنو؟ يعني شنو هاي النون كاربوهيدرات بريكورسرز؟ هي الجلوكوجينيك امينو اسيدز، بعض الامينو اسيدز اللي هي تدخل بالجلوكونيوجينيسيس يسموها جلوكوجينيك، جلوكوجينيك امينو اسيدز. اذا احد مصادر الجلوكونيوجينيسيس هي الامينو اسيدز، بعد اللاكتيت اللي هو الاند برودكت اوف الانيروبيك جلايكوليسيس، بعد منه الجليسرول، بعد منه البروبيونات، بروبيونات اللي هو فاتي أسيد. إذا هذول كلهم الأمين، الجلوكوجينيك أمينو أسيد، اللاكتيت، الجليسرول، البروبيونات، حتى البايروفيت، هم شنو؟ هم كلهم جلوكونيوجينيك، جلوكوجينيك بريكورسرز. وين يتم الجلوكونيوجينيسيس؟ إن ليفر أند كيدني. So liver and kidney are the major gluconeogenic tissues. شنو وظيفة الجلوكونيوجينيسيس؟ هي meets the need of the body for glucose when carbohydrates are not available. يعني in fasting state there is no glucose in blood. Okay, there is no glucose supply from outside. Okay, فالجسم هنا حيلجأ لمن؟ حيلجأ للجلايكوجين، والجلايكوجين يحلله ويطلع منه سكر، وحيلجأ للجلوكونيوجينيسيس. جلايكوجين لما ينتهي الريسيرف اوف جلايكوجين، مخزون جلايكوجين لما ينتهي، الجسم بعد ما عنده مصدر للجلوكوز غير الجلوكونيوجينيسيس. اذا الجلوكونيوجينيسيس هي مصدر للجلوكوز، بعد ما ينتهي الجلوكوز بالجسم، بعد ما ينتهي الجلايكوجين، تمام؟ اذا هو يساعد انه يبقي تركيز الجلوكوز بالدم ثابت. هالشي ضروري جدا especially for nervous system and erythrocyte. ليش؟ لأن the brain and erythrocyte يعتمدون تماما على glucose as energy fuel. Okay. Gluconeogenesis involves glycolysis, acetic acid cycle and some special reactions. إذا خلينا نجي نعرف شلون يصير الجلوكونيوجينيسيس اللي هو تخليق الجلوكوز، تصنيع الجلوكوز. الجلوكونيوجينيسيس هو عكس تماما الجلايكوليسيس، هذا هو الجلايكوليسيس باثوي، من يبدي من الجلوكوز ينتهي بالبايروفيت واللاكتيت، تمام؟ هذا هو الجلايكوليسيس، تحلل الجلوكوز. الجلوكونيوجينيسيس عكسه، يعني نبدي من تحت إلى الأعلى إلى أن نوصل للجلوكوز، تخليق الجلوكوز. مثل ما نشوف هنا هذا الباثوي، معظم الرياكشنز اللي بي، معظم الستبس اللي بي هي ريفرسبل، ممكن أن تنعكس. هذا ريفرسبل، هذا ريفرسبل، هذا ريفرسبل، هذا 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 أيضا ريفرسبل، لكن أكو 3 رياكشنز are irreversible. من هم؟ هذا الرياكشن is irreversible، رايح direction واحد اللي هو catalyzed by pyruvate kinase، اللي هو conversion of 2 phosphoenol pyruvate to pyruvate. بعد شنو عندنا؟ عندنا هذا reaction is irreversible اللي هو conversion of fructose 6 phosphate to fructose 1 6 bisphosphate، هذا irreversible.
اللي هو catalyzed by phosphofructokinase enzyme. هذا الرياكشن is irreversible اللي هو الفيرست ستيب للجلايكوليسيس is irreversible اللي هو a conversion of glucose to glucose 6 phosphate catalyzed by glucokinase or hexokinase حسب وين ده يصير بالليفر او بالبريفيرال تيشوز. تمام، اذا هذول شلون راح نعكسهم هذول الخطوات اللي هي irreversible؟ هنا محتاجين الى bypass تحويله تعكسه، ومثل ما تلاحظون انه كل الخطوات هي كينيز catalyzed by كينيز، هذا pyruvate كينيز، هنا phosphofructokinase، هنا glucokinase or hexokinase. And then all the irreversible reactions are catalyzed by kinases enzymes. تمام، فهنا محتاجين تحويله. راح نبدأ من النهاية لأنه إحنا تكلمنا وقلنا إنه lactate هو شنو؟ هو glucogenic precursor for gluconeogenesis. Okay، ممكن تصنيع الجلوكوز من اللاكتيت، وإنان اللاكتيت مباشرة ممكن بسهولة يتحول إلى البايروفيت لأنه الرياكشن هنا is reversible، فصار عندنا بايروفيت. هنا نحتاج إلى بايباس. هاي باس البايباس هي عبارة عن شنو؟ حتى يتحول البايروفيت للفوسفين والبايروفيت راح يمر بخطوتين. هاي البايباس الأولى إنه يتحول البايروفيت اللي هو شنو؟ اللي هو تريكربوكسيلات يعني كربوكسيل ثلاثي سوري يعني تريوز أقصد يعني يحتوي على 3 كربون أتومز إلى الأوكسالو أسيتات اللي تحتوي على شنو؟ أي تحتوي على 4 كربون أتومز. فهنا إحنا محتاجين كربون زايدة، فمن راح يسوي هاي العملية؟ البايروفيت كربوكسيليز، من اسمه كربوكسيليز يعني راح يضيف كربوكسيلات، إذا راح يضيف CO2. وعادة كل الإنزيمز اللي هي كربوكسيليزز requires vitamin اللي هو biotin as coenzyme. تمام، كل الكربوكسيليزز تحتاج البيوتين as coenzyme. فإذا يتحول عندنا البايروفيت إلى الأوكسالو أسيتات، هاي الستيب الأولى بالبايباس. الستيب الثانية بالبايباس هو راح يجي الإنزيم اللي هو فوسفوينول بايروفيت كربوكسيكينيز، راح يحول الأوكسالو أسيتات إلى شنو؟ إلى فوسفوينول بايروفيت. إذا وصلنا لهنا، إذا أصبح هاي الخطوة قدرنا نعكسها بايباس نتكونها من شنو؟ عفوا من خطوتين. تمام؟ أوكي، هسا نيجي للبايباس الثاني اللي هو فركتوز 1-6 بيسفوسفيت تتحول إلى فركتوز 6 فوسفيت. إذا من اسمها إذا أقول 1-6 بيسفوسفيت يعني عندنا 2 فوسفيت، راح نحذف منهم وحدة حتى نحصل على وحدة فوسفيت اللي هي موجودة بموقع 6. هذا منو اللي راح يسوي هذا الرياكشن؟ الفركتوز 1-6 بيسفوسفيتيز. تشوفون الفوسفيتيز يشتغل عكس الكينيز، الكينيز يضيف فوسفيت لكن الفوسفيتيز يحذف فوسفيت. إذا هنا الفركتوز 1-6 بيسفوسفيتيز راح يحذف لي وحدة من هذني الفوسفات اللي موجودة بالفركتوز 1-6 بيسفوسفيت، راح يحولها إلى فركتوز 6 فوسفيت. إذا انعكست الخطوة اللي هي irreversible. بقى عندنا خطوة واحدة irreversible ممكن نعكسها بشنو؟ اللي هي الجلوكوز 6 فوسفيت لما تتحول للجلوكوز اللي هي الفيرست ستيب للجلايكوليسيس. هاي شلون تنعكس؟ تنعكس باي the enzyme اللي هو جلوكوز 6 فوسفيتيز، ايضا فوسفيتيز يعني نفس هاي الخطوة. ايضا راح اذا شنو؟ راح يحلل الفوسفيت يطلعها من الجلوكوز 6 فوسفيت، بس تحلل الفوسفيت صار عندنا جلوكوز. إذا انتهينا من الثلاث خطوات اللي قدرنا نعكس الثلاث خطوات اللي موجودات وين؟ بالجلايكوليسيس حتى ينعكس الباثوي كله يصير جلوكونيوجينيسيس حتى نحصل على الجلوكوز من وين؟ من اللاكتيت. تمام؟ زين بالنسبة للباثوي اوف جلايكوجين، احنا عندنا هناك اكو فد انترميديت يتكون عندنا اللي هو جلوكوز 1 فوسفيت يتكون من الجلايكوجين اللي هو اذا بالجلايكوجين حتى يطلع السكر او حتى يطلع الجلوكوز احنا محتاجين انه نحول الجلوكوز الى جلوكوز 1 فوسفيت، وهاي الخطوه is catalyzed by phosphorylase enzyme مثل ما شفنا قبل شويه بالباثوي اوف جلايكوجينوليسيس.
تمام. هاي بالنسبة لمن؟ بالنسبة للانترميديت اللي هم اللاكتيت والجلايكوجين، شلون يتحولون الى جلوكوز. زين، نجي احنا ما عندنا بس يعني مصدر جلوكونيوجينيسيس هو مو بس لاكتيت، وانما عندنا امينو اسيدز اللي سميناها جلوكوجينيك امينو اسيدز. ممكن هذا يصير بها دي امينيشن او ترانس امينيشن وتتحول الى شنو؟ الى بايروفيت، الى بايروفيت. تمام، مثلا الالانين يتحول الى بايروفيت. ليش؟ لانه عندنا نفس عدد الكربون اللي موجوده بالالانين هي نفس اللي موجوده بالبايروفيت اللي هو 3. فهذا الالانين مجرد انه يصير بي دي امينيشن حيتحول الى بايروفيت، والبايروفيت هنا مثل ما ذكرنا قبل شويه ممكن انه ينعكس خطوات الجلايكوليسيس كلها الى ان نوصل الى الحصول على الجلوكوز. ممكن كل الانترميديس اللي موجوده بالكريب سايكل بالستريك اسيد سايكل تكون شنو؟ مثلا اوكزالو اسيتيت نفس الشيء، اوكزالو اسيتيت ممكن تتحول الى فوسفينول بايروفيت مثل ما ذكرنا قبل شويه، وممكن تكون ايضا جلوكوجينيك بريكرسر. بعد بالنسبه للفات، بالنسبه للجليسرول اللي موجود بالفات اللي موجود بالاديبوس تيشو، يعني لما يصير عندي لايبوليسز للترايجليسرايد اللي موجود بالاديبوس تيشو حيصير عندي فاتي اسيدز وحيصير عندي جليسرول. الجليسرول هنا هو يعتبر جلوكوجينيك بريكرسر، يعني يشارك بالجلوكونيوجينيسيس. شلون؟ هنا الجلوكوز ممكن انه باي الجليسرول باي جليسرول كاينيز ممكن يتحول الى شنو؟ جليسرول ديهايدي 3 كاينيز 3 فوسفيت. جليسرول ممكن يتحول الى جليسرول ديهايدي 3 فوسفيت باي منو؟ باي جليسرول كاينيز. والجليسرول ديهايدي 3 فوسفيت ريفرسبلي ممكن يتحول الى دايهيدروكسي اسيتون فوسفيت باي ترايوس فوسفيت ايزوميريز. هاي الخطوه موجوده بالجلايكوليز، فممكن ما دام وصلنا لهنا اذا العمليه صارت اسهل، نمر تو باي باسس حتى شنو نحصل على الجلوكوز. اذا الجليسرول ممكن يدخل من هاي الخطوه حتى يكون شنو؟ جلوكوجينيك، حتى يشارك بتخليق الجلوكوز. تمام.
The concentration of blood glucose is regulated between narrow limits. طبعاً in the post absorptive state بهاي الحالة بالpost absorptive state يعني after food intake لمدة 3 ساعات أو 4 ساعات أو حتى 5 ساعات بعد الوجبة لمدة 4 ساعات هنا شي يسموها post absorptive state يعني يرجع blood glucose للconcentration الطبيعي مالته اللي هو بين 4.5 إلى 5.5 مليمول بير لتر تمام بينما after ingestion of carbohydrate meal حيرتفع الجلوكوز بالدم لأن يعني استونا ماكلين فالكربوهيدرات ميل حيرتفع حيوصل لستة ونص إلى 7.2 ملي مول بير لتر بينما بالستارفيشن إذا إحنا نسوي ستارفيشن تجويع وصلين فترات طويلة حينزل الجلوكوز إن بلاد لثلاثة وثلاثة أو 3.9 ملي مول بير لتر إذا هو regulation of controlling of glucose concentration دي يصير بين narrow limit اللي هي بين 3.3 مليمول بير لتر وأعلى شيء 7.2 مليمول بير لتر يعني أقل من 3.3 مليمول بير لتر حيكون عندي هايبوغليسيميا نقص هبوط بالسكر وأعلى من 7.2 مليمول بير لتر حيكون عندي هايبرغليسيميا ارتفاع بالسكر واثنيناتهم يعتبرون حالات مرضية تمام؟ وطبعا السادن ديكريز لما يصير عندنا السادن ديكريز بالبلاد جلوكوز هنا حيؤدي إلى يصير عندنا حيؤدي قوة مباشرة على يعني يصير عندنا convulsions يصير عندنا التشنجات اللي هي تشبه السيمتومز اللي يصير عند الديابتس الديابتيك بيشنت الناس المرضى بالسكر بعد ما ياخذون overdose of insulin هذول الديابيتيك بيشنت مرات يغلطون بالدوز مال الانسولين او ياخذون حقنتين واحدة ورا الثانيه يكونون ناسين مثلا ان هم اخذوا انجكشن الاولى فياخذون انجكشن الثانيه فيصير عندهم الانسولين كلش مرتفع والانسولين هو شنو شغله يدخل الجلوكوز بالسيلز داخل السيلز داخل المصل داخل الاديبوس تيشو تمام فداخل الهارت مصل فبالتالي كأنه دي يسوي سكافنجينج للجلوكوز فروم بلاد فبعد الجلوكوز ما راح يصير شنو سبلاي المن للبرين مثلا يعني حي او للارثروسايتس تمام فهنا حيصير عندهم فالسيمتومز اللي هي من ضمنها الكونفوجنز التشنجات واللي اذا صار يعني فترات طويله بدون ما يتعالج حيصير عندهم اكيد كوما وديث تمام واكيد يعني هالشيء مدام ما يوصل الجلوكوز للدم ما راح يوصل للبرين ما راح يكون السبلاي اوف جلوكوز واصل للبرين وهاي فد مشكلة هي اللي تؤدي للكوما وبعدين الدث اوكي الميتابوليك اند هرمونال ميكانيزمز ريجوليت ذا كونسنتريشن اوف ذا بلاد جلوكوز شلون يعني يصير ريجوليشن فور بلاد جلوكوز باي هرمونال ميكانيزمز اند ميتابوليك ميكانيزمز طبعا المينتنس اوف ستيبل ليفل اوف جلوكوز ان بلاد هذا فشي يعني فشي جدا مهم لذلك اكو هيميوستاتيك ميكانيزمز يعني ميكانيزمز تعدل او تسوي مينتيننج للشنو او مينتيننس للجلوكوز ان بلاد وتكون هاي الميكانيزمز هي كنترولد باي هرمونز باي هرمونز عادة وسبرال هرمونز هنا تدخل من ضمنها اكيد الانسولين والجلوكاجون والبنفرين نورابنفرين هذول كلهم يدخلون تمام لكن ميل الانسولين والجلوكاجون زين بالنسبه للانترنس اوف ذا جلوكوز تو ذا تيشوز اورجان تيشوز هنا شلون حيكون طبعا تختلف الاورجان تيشوز مثلا الليفر سيلز حتكون بيرميبل للجلوكوز تمام بيرميبل للجلوكوز يعني الجلوكوز ممكن يدخل للليفر يعني ويطلع من الليفر عادي طبيعي بسهوله ونفس الحالة بالنسبة للبنكرياتيك بيتا ايلتس
نفس الحالة هم تكون بيرميبل. لكن الإكسترا هيباتيك تيشوز، الإكسترا هيباتيك يعني هي التيشوز اللي هي ما عدا الهيباتيك تيشو ما عدا الليفر سيلز، أوكي apart from بيتا بنكرياتيك سيلز، لأن إحنا قلنا البنكرياتيك سيلز هي البيتا بنكرياتيك سيلز هي شنو تشبه الليفر. الإكسترا هيباتيك تيشوز ها شنو تكون relatively impermeable for glucose، يعني الجلوكوز ما يدخل طبيعي هيجي براحته للمصل مثلا للسكيلتال مصل او للهارت مصل او للأديبوس تيشو، لا يحتاج شنو يحتاج ريجوليشن. من يسوي ريجوليشن؟ الانسولين. لذلك احنا نقول دائما انسولين از ريسبونسبل، انسولين از ريسبونسبل فور ذا جلوكوز انترنس او جلوكوز ابتيك باي ذا بريفيرال تيشوز. اوكي فمن خلال هالشيء يتم المحافظة، من خلال الانسولين يتم المحافظة على الابتيك اوف جلوكوز فروم بلاد ستريم، وتكون هاي الخطوة اللي هي الابتيك اوف جلوكوز فروم بلاد ستريم اللي هي باي مثلا سكيلتال مصل والهارت مصل والاديبوس تيشو تكون ريت ليميتنج ستيب. ليش؟ لان تعتمد على الهرمون، تعتمد على الهرمون، بينما بالنسبة للليفر والبيتا بنكرياتيك سيلز لا ما تكون rate limiting step. ليش؟ لأنه السيلز أصلا permeable فهي تستقبل الجلوكوز وتطلع الجلوكوز عادة بسهولة. طبعا هنا عندنا هذا الجدول، هذا التيبل يبين الجلوكوز ترانسبورترز، الجلوكوز ترانسبورترز كل أورجان عنده جلوكوز ترانسبورتر خاص به. مثلا هنا جلوت 1 هو الجلوكوز ترانسبورتر، جلو جاي من الجلوكوز والتي جاي من الترانسبورتر، وان هذا الوان خاص بمن؟ خاص بالبرين، الكيدني، كولون، البلاسينتا، الارثروسايت. اذا هذا الجلوت 1 نلقاه موجود وين؟ in these tissues. شنو الفانكشن مالته؟ ابتيك اوف جلوكوز، ياخذ الجلوكوز يدخل للتشو. تمام. الجلوت 2 موجود، موجود بالليفر بالبنكرياتيك بيتا سيلز. دائما الليفر والبنكرياتيك بيتا سيلز يعني يشابهون يعني لما نتكلم عن الجلوكوز. تمام. فالليفر والبيتا بنكرياتيك سيلز والسمول انتستين والكيدني ايضا موجود بهم شنو؟ الجلوت 2. شنو الفانكشن مالت الرابيد ابتيك اند ريليز اوف جلوكوز؟ شوفوا هنا أنا بس أبتيك أوف جلوكوز الجلوت 1، بينما الجلوت 2 أبتيك أند ريليز. ليش؟ لأنه الليفر بجلايكوجين، يعني ممكن after glycogenolysis يصير ريليز الجلوكوز من الليفر، فمن اللي يسويه هو الجلوت 2. تمام. والكيدني أيضا يصير بها glucogenesis فممكن يسوي ريليز للجلوكوز. تمام. يجي على الجلوت 3 اللي موجود ايضا بالبرين بالكيدني بالبلاسنتا، هذا هم شغله ابتيك اوف جلوكوز. الجلوت 4 هذا وين موجود؟ هذا موجود بال التيشوز اللي هي الهارت اند سكيلتال مسل اللي بوست تيشو، اللي هي شنو الفانكشن مالته؟ انسولين سيميوليتد ابتيك اوف جلوكوز. اذا هذا الجلوت 4 ما يشتغل الا بوجود الانسولين، الانسولين هو اللي يسوي الاستيميليشن حتى يشتغل. تمام. يعني اذا ماكو انسولين بالبلاد، اذا هذا الشخص عنده ديابيتس ميليتس والبنكرياس مالته ما يقدر يفرز انسولين، هذا حيكون هنا معرض الى مشكله. ليش؟ لانه الجلوت 4 مالته ما راح يدخل جلوكوز لا للهارت مصل ولا للسكيلتال مصل ولا للاديبوس تيشو، لذلك لازم ياخذ انجكشن اوف انسولين. الجلوت 4 موجود وخاص بس بالسمول انتستين. الاس GLT هذا هم ترانسبورتر، لكن هذا شنو؟ هذا صوديوم ديبندنت ترانسبورتر، واللي يكون هو يوني دايركشنال ترانسبورتر، يعني يدخل يوني دايركشن يعني باتجاه واحد. هذا خاص بمن؟ بالسمول انتستين والكيدني. هذا يسوي اكتيف ابتيك اوف جلوكوز فروم لومن of intestine and reabsorption of glucose in proximal tubule of kidney
against the concentration gradient. يعني حتى لو concentration of glucose هو كلش قليل هو يسوي uptake، لذلك هو unidirectional يسوي uptake. بالنسبة لمن؟ وين موجود هذا؟ بين small intestine وبالكدني. شوفوا ال small intestine هنا كم transporter عندها، هذا اللي هو sodium dependent، وعندها هذا glut 5، وبعد وين عندها؟ عندها glut 2. شوفوا ال small intestine كم transporter، عندها ثلاث أنواع من transporters. الكدني نفس الشيء، عندها ثلاث أنواع من transporters، هذا اللي هو sodium dependent، وبعد منو عندنا؟ عندنا الجلوت 3، وبعد عندنا الجلوت 1. شوفوا الجلوت 1 والجلوت 2 والجلوت 1، الكدني عندها أربعة ترانسبورترز، تمام. البرين عنده اثنين ترانسبورترز، ال 3 وال 1، بينما الليفر عنده واحد بس، الاثنين يعتمد بس على اثنين، هو والبيتا بنكرياتيك سيلز. الهارت مصل والسكيلتال مصل والأديبوس تشو تعتمد بس على جلوت 4 اللي هو insulin stimulated، تمام؟ glucokinase is important in regulating blood glucose after a meal. ليش قلنا glucokinase ما قلنا hexokinase؟ احنا ابدا ما ننسى ان glucokinase occurs or existed in liver and pancreatic beta cells، تمام. ف ونرجع ايضا نتذكر انه الهيكسوكاينيز has a low Km for glucose. A low Km يعني high affinity for glucose، يعني الهيكسوكاينيز عند low Km عند high affinity for glucose، بينما الجلوكوكاينيز عند higher Km اذا عند lower affinity for glucose. هالشي شنو معناه؟ معناه ان الجلوكوكاينيز عند مدام عنده لو افينيتي عند هاير كي ام، معناها انه الساتوريشن مالته ما يوصل بسرعه، يعني الجلوكوكاينيز يتحمل يشتغل على مور جلوكوز مولكيولز وما يصير بي ساتوريشن مثل الهيكسوكاينيز. الهيكسوكاينيز مباشره يوصل للفي ماكس مالته ويصير بي ساتوريشن. هالشي منح الجلوكوكاينيز بصفة معينة، إنه خلاه لما يكون الـ concentration of glucose is high in blood، أوكي، يزيد، خلاه يزيد شغله بحيث يقدر يستوعب أكبر عدد ممكن من الجلوكوز مولكيولز، بحيث يسوي scavenging للجلوكوز from blood. إذا وين دي يدخل هذا؟ كأنه دي يسوي سكافنجينج شون، لأنه هو موجود بالليفر، إذا وكأنه الليفر دي يستوعب أكبر عدد ممكن من المولكيولز أوف الجلوكوز، دي يسحبها إلى من الدم حتى ما يسوي أكيوميليشن للجلوكوز بالدم، لأنه لما يزيد عندنا الجلوكوز بالدم ممكن يصير عندنا هايبر جلايسيميا، وممكن يصير كايوس ان بلاد، يعني ممكن يدخل الجسم في حالة فوضى عارمة. لذلك الجلوكوكاينيز هو واحد من الريجوليتنج فاكتورز او الريجوليتنج ميكانيزمز اللي يستخدمها البودي تو مينتين بلاد جلوكوز افتر ميل، تمام. يعني لو كان عنده الليفر لو كان موجود عنده هيكسوكاينيز ما قدر يستوعب الكم الهائل من الجلوكوز اللي جاي دا ينضخ الى منو من البلاد، تمام. فهاي حكمة رب العالمين طبعا اكيد. طبعا اكيد احنا ما ننسى انه النورمال systemic blood glucose concentration هو 4.5 to 5.5 mmol/L، يعني هذا بالوضع الطبيعي اللي احنا يعني بين الوجبات، بين الوجبات احنا يكون التركيز الجلوكوز بدمنا هو هذا. فهنا الليفر ايش حيشتغل بين الوجبات؟ حيشتغل net producer for glucose، لان احنا ما ننسى ان الليفر يخزن الجلوكوز as glycogen، فممكن يسوي producing من الجلوكوز between meals.
بينما لما يكون الجلوكوز الليفل مالته كلش عالي بالدم، هو يشتغل كنت ابتيك، بس ياخذ 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 يدخل للليفر ويخزن از جلايكوجين. تمام. هنا الانسولين plays a central role in regulating blood glucose. بالإضافة للكلام اللي قلنا إنه الليفر يلعب دور مهم إنه يسوي scavenging للجلوكوز from blood، الإنسولين هنا همينه نفس الشيء، هم إله an important role in entrance or uptake of glucose from the peripheral tissues. شلون هنا تتم العملية؟ طبعا ما ننسى إنه البنكرياتيك بيتا سيلز أيضا تحتوي على اللي هي أصلا مسؤولة عن secretion of insulin واللي موجودة بالإيلس أوف لانجرهانز بالبنكرياس، هي أيضا تحتوي على شنو؟ عن الجلوكوكينيز، أيضا تحتوي على الجلوكوكينيز. هنا شنو يتم العملية؟ لما يكون after carbohydrate meal، بعد ما ناكل يعني وجبة تحتوي على الكربوهيدرات، طبعا هيشتغل الجلوت 2 اللي موجود وين؟ اللي موجود بالبيتا بنكرياتيك بالبنكرياتيك بيتا سيل وموجود بالليفر، اللي هو ترانسبورتر بالنسبه للجلوكوز، حينقل الجلوكوز داخل الليفر وداخل البنكرياتيك بيتا سيلز. تمام. الجلوت 2 هذا بعد ما ينقله ينقل الجلوكوز للبيتا سيلز، هيشتغل الجلوكوكينيز هنا ياخذ الجلوكوز يسوي له فوسفوريليشن ويسوي له جلايكوليسيس. طبعا يمشي الجلايكوليسيس باث واي للنهايه، بعدين ورا الجلايكوليسيس حيصير سيتريك اسيد سايكل، بعدين الاوكسيديتيف الريسبيراتوري تشين والاوكسيديتيف فوسفوريليشن، لحد ما شنو؟ لحد ما تنبعث الاي تي بي، يصير generation for ATP، يصير generation عالي لل ATP. طبعا هاي ال ATP يحتاجها منو؟ يحتاجها البيتا سيلز حتى تسوي وظيفتها، اللي هي شنو وظيفتها؟ secretion of insulin. فمعناها البيتا سيلز كل ما اخذت جلوكوز من الدم، كل ما يعني حولتها الى طاقة، كل ما اشتغلت اكثر، كل ما طلعت انسولين اكثر. تمام. فلما يكون الجلوكوز عالي بالدم، تشتغل البيتا سيلز بصورة كلش افشنت، بصورة كلش سريعة، حتى شنو؟ حتى تفرز لنا الانسولين، حتى تفرز لنا الانسولين، حتى بالنهاية شنو الانسولين يروح يسوي شنو؟ كنترولينج للبلد جلوكوز يعني، وبالتالي كنترولينج للجلوكوز to the peripheral tissues. تمام. فبالتالي هنا تصير هاي العملية التنظيمية، يعني البيتا سيلز لأنه هي تحتوي على الجلوكوكينيز اللي قلنا عنده، هو ما يتشبع بصورة سريعة، ما يصير في ساتوريشن بصورة سريعة، ولأنه دي تحتوي على الجلوت 2 اللي هو ياخذ أبتيك سريع من البلاد، أبتيك للجلوكوز من البلاد، هنا دي يشتغل البيتا سيلز بشنو؟ بإفشنسي عالية جدا. هذا الشيء وجود الجلوت 2 بالبيتا سيلز، وجود الجلوكوكينيز يخلي البيتا سيلز تشتغل بإفشنسي عالية جدا، وبالتالي تفرز إنسولين بطريقة إفشنت كلش حسب ما يحتاج الجسم. بينما الإبنفرين والنور إبنفرين اللي هم secreted from the adrenal medulla، هنا شنو دورهم؟ block the release of insulin. إيش وقت block the release of insulin؟ لما يكون there is no food، there is no supply of glucose. لما يسوي الإبنفرين والنور إبنفرين، لذلك يعتبرون هم glucose counter regulatory hormones. لما يسوون بلوك للإنسولين، معناها إنه يا بيتا سيلز أوقفي لا تشتغلين، يا جلوت 2 أوقف لا تشتغل. إذا إيش راح يصير هنا؟ راح يسوون اكتيفيشن للجلوت 4 إنه يشتغل. الجلوت 4 هذا وين موجود؟ موجود بالهارت مصل، موجود بالسكيلتال مصل، وموجود بالأديبوز تيشو. يعني معناها إنه إحنا حالياً ما محتاجين انسولين حتى يسوي ريجوليشن او كنترولينج او يقلل الجلوكوز بالدم، لان احنا محتاجين الجلوكوز يروح للمصل حتى تاخذ المصل وتحرر من عنده طاقه. فهذا معنى الكلام. الابنفرين والنور ابنفرين ينفرزون لما المصل
يحتاج جلوكوز، فيمنعون انه الانسولين من انه ينفرز. تمام. جلوكاغون opposes the actions of insulin. اول شيء خلينا نعرف شنو الجلوكاغون. جلوكاغون هو بيبتايد هرمون secreted from the alpha cells of the pancreatic islets. اذا هو مثل الانسولين، لكن الانسولين ينفرز من البيتا سيلز، الجلوكاغون من الالفا سيلز. stimulated by من secretion of glucagon stimulated by hypoglycemia. يعني الجلوكاغون is secreted when there is a deficiency in of glucose in the blood بالهايبوغلاسيميا. شنو شغله، شنو الفانكشن مالته؟ الجلوكاغون stimulates glycogenolysis by activating phosphorylase. احنا نعرف ان الفوسفوريلاز انزيم هو واحد من الهرمونات او الهرمون الاهم اللي يسوي اللي يشتغل بالباثوي اوف جلايكوجينوليسيس. فالجلوكاغون يسوي ستيميليشن للفوسفوريلاز، وبالتالي يمشي الباثوي اوف جلايكوجينوليسيس، وبالتالي نحصل على الجلوكوز من الجلايكوجين المخزون. تمام. طبعا اكيد الجلوكاغون يسوي ستيميليشن المن للجلوكونيوجينيسيس ايضا، فهو بالتالي بهالطريقة دي يسوي antagonizing المن للإنسولين أكشن. لكن هو يختلف عن الإبنفرين. قبل شوي قلنا الإبنفرين يسوي بلوك للإنسولين، لكن هنا الجلوكاغون أيضا يسوي بلوك للإنسولين، لكن الجلوكاغون يشتغل على الليفر فقط، بينما الإبنفرين والنور إبنفرين يشتغلون على المصل. الجلوكاغون ما له علاقة بالمصل، يشتغل على الليفر، يطلع يعني يسوي هيدروليسيس للجلايكوجين اللي موجود وين؟ اللي موجود بالليفر، بينما الإبنفرين يشتغل على يسوي هيدروليسيس للجلايكوجين اللي موجود بالمصل. وطبعا الاكشن مات الاكشن اوف جلوكاغون هو فيا ذا جنريشن اوف سايكليك ادينوزين مونوفوسفيت، واحنا نعرف انه سايكليك ادينوزين مونوفوسفيت يسوي اكتيفيشن المن للفوسفوريلاز، وبالتالي يمشي الباثوي اوف جلايكوجينوليسيس. تمام. طبعا بوث جلايكوجينوليسيس اند جلوكونيوجينيسيس هم اثنيناتهم شي يسوون كونتريبيوشن المن للهايبرجلاسيميك افكت اوف جلوكاغون. يعني الجلوكاغون هو دوره يرفع الجلوكوز بالدم، شو وقت بعد ما ينخفض الجلوكوز يجي الجلوكاغون يحفز عمل الجلايكوجينوليسيس والجلوكونيوجينيسيس حتى يرتفع الجلوكوز كونسنتريشن ان بلاد، حتى يرجع مره ثانيه المصل الهارت الكدني كل البرين ياخذون حاجتهم من شنو؟ من الجلوكوز فروم بلاد. تمام. زين الزياده من الاندوجينوس جلوكاغون والانسولين، لان اثنيناتهم هم شنو؟ هما بيبتايد هرمونز. لما يزيدون بالدم هذول الزيادة هاي وين تروح؟ والجسم محتاجهم cleared from the circulation by liver. الليفر هو يسوي لهم degradation وبعدين يطرحهم عن طريق الكدني، والكدني هناك تطرحهم with urine. تمام. اذا لهنا احنا وصلنا الى نهاية المحاضرة. اتعرفنا خلال هاي المحاضرة على الجلايكوجينوليسيس، تعرفنا على glucogenesis يعني تخليق وتحلل الجلايكوجين، تعرفنا على gluconeogenesis، تعرفنا على الهرمونات اللي هي control all these pathways، تعرفنا على شلون الانسولين يشتغل، شلون الجلوكاغون يشتغل، شلون الابنفرين والنور ابنفرين يشتغلون. أتمنى تكون محاضرة واضحة، ونلتقي إن شاء الله في محاضرات جاية. في أمان الله.